طيب قال سوى سنة الفجر قبلها، لأن قلنا النهي الفجر ماذا؟ من الأذان، إذن سنة الفجر مستثنى صحيح؟ قال إلا سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف استثناء ثاني. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في طاف في هذا البيت من ليل أو النهار، أو رجل جاء إلى هذا البيت من ليل أو نهار أن يطوف به ويصلي ركعتين. إذا ركعتي الطواف تابع للطواف، ويجوز الطواف في أي وقت، إذا تجوز الصلاة في أي وقت. إذن هذا الاستثناء الثاني ركعتا الطواف. قال وسنة الظهر إذا جمع، يعني جمع تقديم، إذا جمع جمع تقديم الظهر والعصر، سنة الظهر وين تروح؟ قال يصليها بعد صلاة، صار وقت نهي، لأن العبرة بأداء صلاة العصر ولا لا؟ هو صلى العصر الآن. قال ولو هذه سنة راتبة، هذه سنة راتبة حتى لو جمع جمع تأخير. قال لأن في الجمع ما تصلي السنن ولا لا بينها، لأن الأصل لا تفصل بين الصلاتين في حال الجمع. قال فسنة الظهر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير يجوز أداؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في يوم من الأيام جاءه وفد بعد صلاة الظهر فجلس معهم إلى أن دخل وقت العصر، فصلى العصر ثم صلى بعد العصر سنة الظهر. فقيل له يعني أنت نهيت عن صلاة بعد العصر، كيف ما هذه الصلاة؟ قال هي سنة الظهر أنسيتها أو شغلت عنها بهذا الوفد فقضاها. فقالوا إذن يجوز أن تؤدى سنة الظهر ولو بعد العصر. قال وكذلك قضاء الفوائد سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني سنة راتبة، يعني فائتة عليك نافلة راتبة يعني، أو فائتة عليك صلاة فريضة يجوز أن تؤديها في وقت النهي.